تسحروا فإن في السحور بركة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. نحط الرحال اليوم في جمهورية باكستان الإسلامية. هذا البلد له تاريخ طويل، فقد قامت حضارات عريقة عبر العصور. تتنوع الأديان في باكستان، لكن المسلمين يشكلون الأغلبية في هذا البلد، والذي يحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث تعداد السكان، وتعتبر باكستان من أكثر وأجمل الدول التي يوجد فيها مناطق طبيعية خلابة وساحرة، فهي تتمتع بطبيعة جميلة ونادرة. دخل الإسلام إلى باكستان، وتمت نعمة الله على عباده في تلك البقعة من بقاع الأرض. ومنذ ذلك التاريخ
دخل أهل باكستان في دين الله الحنيف. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا يزور شهر رمضان باكستان كل عام، كما باقي البلاد الإسلامية، حاملاً معه البركة والخير والمحبة والفرحة والسرور في نفوس المؤمنين. ويبدو ذلك جلياً في الشوارع والطرقات، حيث تجد الحشمة والحجاب يعلو رؤوس الفتيات والنساء حتى غير المحجبات. مع دخول اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، يبدأ ما يعرف بالإفطار الجماعي في باكستان، والذي قد يكون برعاية مؤسسة خيرية تحرص على تقديم الطعام المجاني للفقراء ومساكن طلاب الجامعات أو المدارس الدينية المنتشرة مع كل مسجد تقريباً. فشهر رمضان هو شهر الخير والإحسان. الإفطار عند أهل باكستان يكون خفيفاً ولا يتجاوز وقته 5 دقائق فقط. يتم تزيين المائدة الرمضانية الباكستانية ببعض المأكولات الخفيفة يفطر عليها الباكستانيون، ليبدأوا بالوجبة الأساسية في توقيت ما بين صلاة المغرب والعشاء. ومن أبرز المأكولات التي تجدها دائماً على السفرة الباكستانية حلوى الجليبي، تصنع على شكل الأفعى المستديرة، وهي عبارة عن خليط لعجين القمح الأبيض يضاف إليه البيض والزيت. السمبوسة، تعد السمبوسة الباكستانية على شكلها المثلث المعروف. ما زال أهل باكستان يحافظون على طقس جميل ومميز في هذا الشهر الفضيل، وهو المسحرات الذي يجوب الشوارع والطرقات ليوقظ النائمين على سحورهم لتناول هذه الوجبة المباركة. تختلف العادات والتقاليد بين الشعوب المسلمة، وكل له طريقته في استقبال الشهر الكريم. ورغم اختلاف العادات والتقاليد، إلا أن الجميع يجتمعون على العبادة والطاعة وفعل الخير للتقرب إلى الله عز وجل ونيل المغفرة والرحمة من الرحمن الرحيم، خالق الأكوان، رب العرش العظيم. هنا انتهت رحلتنا في باكستان، وغدا بإذن الله إلى بلد آخر.